السلام عليكم يا شباب ويا بنات. اليوم رح نلعب ايجورس في ماينكرافت. قبل ما نبلش لا تنسون تحطون اللايك والاشتراك، ويلا نبلش. طبعا هذا هو اول جيم رح نلعبه. نسيت اقول لكم، اذا الحين هذا الفيديو رح اتكلم العربية، بس اذا بدكم يعني دائما نتكلم العربية وصلوا هذا الفيديو لخمسين لايك عشان اعرف هل انتو تبون اتكلم العربية او ما اتكلم. يعني فهذا الفيديو ابي دعم مو طبيعي. اوكي راح نروح نشتري بلوكات. صاحبي اعطاني جولد، شكرا يا عمي. اشتري له ارمر ايرون. ما شاف. المهم راح اشتري سيف ايرون. راح اجمع جولد عشان اسوي بيكاكس ايرون. ونشتري بلوكات، نشتري الساكين ونروح على الخصم ونكسر بيضتهم. يلا بسم الله راح نروح نكسر بيضتهم. يلا الحين راح اروح اكسر. كسرت البيضة وين؟ الحين راح اقتل هذول الاثنين. قتلت الاول، الحين باقي الثاني. لا 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 خسرت يا عمي. لا طب راح نجمع جولد. اشتري ارمور اوف دايموند، اسوي تشست بليد وسروال. الحين صار عندنا فول ارمور اوف دايموند. الحين راح نجمع الايرون. راح نشتري بلوكات، راح نشتري الساكن كالعادة. اوكي بيضتنا تكسرت، راح اهرب احسن لي. لا لا راح ادافع على صاحبي احسن، ما ابي يموت. كان اعطاني جول في الاول، ما راح انسى الخير تبعه. لا مات صاحبي. لا مشكلة، ما عندي سيف. هو عنده سيف دايموند، انا ما عندي سيف، عندي سيف ستون. اي عمي خسرت. طب راح نعوض في الجيم الثاني. كيف الجيم الثاني؟ راح نجمع ايرون. راح نشتري بلوكات، راح نغطي البيضة تبعنا عشان ما حد يقدر يكسرها. الحين راح نبني. لا طحت يا امي. لا
اشتري بلوكات، بس هاي المرة ما لازم اطيح. زي كده كن نروح نجمع الجولد والدايموند. خلاص خلاص راح اروح اجمع جولد الحين. راح الحين اسوي دروع من الايرون. الحين راح نرمي هاي الدروع بتاع الجلد. الحين عندنا 9 دايموند. راح نطور هذا الدايموند. الحين راح اشتري سيف من الجولد. راح اشتري بيكاكس كمان من الايرون. نجمع شوية ايرون عشان نشتري بلوكات. الحين راح نروح نهجم على الأحمر، نقتل هذا بس شكله حلو. طاح لوحده ما قتلته. مكسر بيضتهم. اوكي راح نجمع الجولد. جمع دايموند عشان اسوي سيف دايموند. الحين راح نشتري سيف دايموند. نشتري حتى بيكاكس. الحين صار عندنا بيكاكس وسيف من الدايموند. ها بيضتنا تكسرت. من اللي كسرها يا عمي؟ راح اروح اقتله. الفريق الوردي راح اروح اقتله.
عمي خايف. ليش خايف؟ عمي تعال واجهني، تعال تعال صاحبه، تعال واجهني. قتلت صاحبه، الحين بقى واحد هرب، طاح لوحده. الحين راح انتقم وراح اكسر بيضتهم. يعني لا 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 لا، ماتت يا عمي. ليه بس؟ كان هذا الفيديو تبع اليوم. اذا بدكم اصير اتكلم العربية وصلوا هذا الفيديو 50 لايك. اوكي، يلا مع السلامة، ولا تنسون تشتركون في القناة لاني تعبت على هذا الفيديو، واللايك في القناة، ومع السلامة.